منتج النهاردة عبارة عن قطعة هي تعتبر من المنظمات أو الحاجات اللي بتظبط لي كده مكاني ومساحة العمل تبعي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم ومعلومة جديدة. معلومة النهاردة خفيفة كده وبسيطة، بتعرض لنا المنتج ده. المنتج ده بيعمل ايه؟ المنتج ده خاص بالناس اللي بتشتغل في الخيوط، ومش اي خيوط، لا الخيوط اللي هي التطريز او بكر الخيط او الخياطة، الحاجات اللي هي اللذيذة البسيطة دي. وفعليا انا ممكن اشتريه لانه انا فعليا بشتغل في الحاجات دي، ولكن طبعا مش تخصص القناة عندي ومش بشتغله كتير، فعشان كده حبيت ان انا اعرض لكم القطعة دي. القطعة دي عجباني جدا بصراحة، عبارة عن حاجة كده شبه البرواز، بقدر ان انا احط عليها البكر بتاعي بالوانه بتفاصيله ويبقى منظم كده وشكله حلو. هل هي عملية؟ عملية لو ده مجالك او بتحبي التنظيم الشديد، القطعة دي هتكون مميزة جدا. تقدري تستغني عن المسند ده وتعلقيها، هتكون تحفة فنية ويبقى فيها كل البكر اللي عندك. كمان القطعة دي بيجي منها الحديد، بيجي منها البلاستيك، غير كمان الخشب، وبتيجي بمقاسات مختلفة على اساس ان انا اقدر احدد الكمية. يعني انا ما اشتريش حاجة ضخمة زي دي الا اذا كنت انا يعني مجالي بجد وبشتغله طول الوقت، ولكن ممكن اشتري اللي هي صغيرة لو انتي زي حالاتي مش بتشتغلي الكرافت او الحاجات دي كتير، فهتستغني عن القطعة الضخمة قوي دي وتاخدي القطعة الصغيرة، هتديكي حيز بسيط ومش هتشغلك المساحة الاساسية للشغل بتاعك، وفي الوقت نفسه هتنظملك الشغل تبعك. كلها خامات كويسة ولكن انا افضل الخشبية. ممكن اشتري الحديد دي لو ليها صرفة تانية عندي، ولكن انا بفضل دايما الخشب. يا ترى الفكرة دي عجبتك ولا لأ؟ قولولي في الكومنتات لو تحبوا ان انا اوفر لكم قطع زي دي في مصر وصناعة مصرية نفس الشكل. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة. ما تنسوش اللايك والشير. اي حاجة بنتكلم عنها من المنتجات دي هتلاقوا اللينك بتاعها في صندوق الوصف، ولكن اللينك ده محدود قوي وبس. بالنسبة للناس اللي بتشوفني من على التيك توك او الانستا، هتلاقوا اللينكات دي موجودة في البايو. مع السلامة، باي.